السؤال الثاني يقول: نحن في بلادنا نعرف أن كل عبادة لا بد لها من نية، فلذلك لا بد قبل الشروع في الصلاة من التلفظ بالنية. إذا كان هذا غير جائز أو بدعة غير جائز أو بدعة كما سمعت، فما معنى الحديث القائل إنما الأعمال بالنيات؟ نعم، كل عمل يحتاج إلى نية، للحديث الذي ذكرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ليس معنى هذا أن تتلفظ بالنية، معنى هذا أن تعتقد بقلبك وتنوي بقلبك أداء العمل لله عز وجل، ويكفي هذا. النية محلها القلب وليس محلها اللسان، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وأصحابه والقرون المفضلة أنهم كانوا يتلفظون بالنية، وإنما النية محلها القلب. والله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فإذا نويت بقلبك وقصدت بقلبك فالله عز وجل يعلم ذلك، ولا يحتاج إلى أن تتلفظ بلسانك. نعم.